ندعي شحاب يا خال وثك الجبال عارف شو معدني رغم هذا الحل وعاني فوق ظروف نعرفش اشي اسمخ وبعرفش شو بصير معاي بنص البال بكلاشنكو. مرحبا، اليوم حلقة جديدة من برنامج رأيي مش مهم. اليوم راح يكون شوي غريب الاشي اللي راح اعمله. أغنية لصديق إلي أليكسس. الكل راح يحكي إنه إشي غريب أكون جوا فيديو وأعمل عليه رياكشن، بس أنا بالنهاية ما حضرتش الفيديو كيف تعدل وكيف تمنتج. مش راح أكون لحالي بصراحة، راح أكون مع أصحاب إلي على الديسكورد. راح نحضر الفيديو مع بعض على الديسكورد ونعمل مع بعض عليه رياكشن. ممكن أحضر الفيديو كامل ونعمل رياكشن بالآخر عشان ما ياخد شوية كتير، وأنا إنسان زي ما حكيت لكم ما بحب أنزل فيديو طويل. فالإشي مش غريب بالمرة، راح يكون فكرة جديدة وفيديو جديد، وراح أعمل هاي الحلقة أكتر من مرة رياكشن مع أصحابي في الديسكورد. خلينا نحضر الفيديو ونشوف كيف راح يكون المونتاج اليوم. الفيديو حاليا قاعد بنزل تمام، وكمية التوتر اللي أنا فيها عن جد كتير عشان بعرفش إيش ردة فعل الناس. الرياكشن هسا عم بعمله مع أصحابي بصراحة الفيديو. انا كنت بالفيديو زي ما حكيت باول الفيديو، بتعرف بعرفش انا راح اسمع ردة يعني فعلهم، لان انت شايفينها كم واحد بالسيرفر ولا اسمع كمية توتر رهيبة عن جد. تعبنا بالشغل بصراحة، انتجنا بطريقة حلوة، الاشي ما كانش مكلف بالمرة، في مواد حلوة راح تشوفوا. واخر اشي راح افك المايك، مش راح اعلق ولا اشي، انا راح اترك الاشي لاصحابي. وبتأمل يعني انه نكون عملنا اشي حلو. اسمعوا ايش ما تشوفوا بالفيديو يعني خلص مشوا، اذا مش احسن اشي الفيديو الجاي احسن اشي. واحضروا على الصوت يا يوسف. هلاو بعمل ميوت عشان ما يسمعوش الدوشة اللي راح اعملها انا. سهران قد نجوم هتم الليل اكوم احفر صوب الكنز فوق غيوم من قلب اليأس امشي اليوم سرك الكاس فيش احساس باخر اليوم بنعد الكاش بتاكدلنا بنعد الكاش بتدس فيه ما بهد الكاش انا بهدل مين نعيم قلب العاصمة وكبرلين سرقنا البنكرياس سرقنا الماس سرقنا عقول الناس ربوت بدون احساس بنيت الدار بدون اساس الوضع تمام في شوية فلاس باخد روح انا مش جساس هتازل اسرح فيك بالمستمع لمينا اللمة الحلوة اجتمع بكسر عدد تقاليد المجتمع باكل عزوم كلها مش طمع مقصر انسان بحب التملق بعمل بحب زي ما انت شايفين ليش ستوري ليش ستوري يعني سابق رجالك منحب الدوانسي كل ديالي اسد بضحك بين انيابه وضحك كمر يعني لازم تركز شوي بالفيديو عشان تستوعب انه في ستوري هون في قاعد بيصير اشي احداث مصطفى لك وشين مسج وصخره بنصب وقفت معك اكثر من مره بس ولا مسج بحر ساك فيها شب قلب ادعسك فيها انا مين ملوش كبير زحلك شب وكعب بير بس تشوفني هون تحكي ليش كبير زرعت اللغه مصيحت كبير الله اكبر احنا مش هون في ملام بلاوي مش معظم الركب الا لم الكلاوي واااااال قاعد المشاوي قاعدة حصيرة دي السفاري قهوة طبيعة بنشوف قطيعة عم بفوت مليون حدا على الديسكورد انا كتير مش متشر العجب على لساني قطيعة يا باي محلاكي بحبك مطيعة بحب السلام عيش الحروب فقد وجهي في ملان ندوب مانيش بالحرام في غرام كيلو مشاعر واااال تعمل شير على انستغرام تراك سفاح نازل بالسين ترام جانيوري بارد مش موجود هون ممكن بلون العالم هو بكتر من لون جواك الواحد بده أشياء ما صارتش صرت معي صاحبتها بس أكتر واحد بتوتر وأنا هسا لا طلعك سطر كمان كل سهران عد نجوم عد من الليل أكوم أحفر صوب الكنز فوق غيوم وقلب اليأس أمشي بيوم سرق الكاس اسمع والله الفيديو عن جد ما كلفش عن جد الفيديو ما فيش كان فيه ما دفعناش هالبجت الكبيرة فاهمين فانتجنا هيك اشي يعني شكرا لكل حد شارك بالفيديو لكل حدا تعب معنا يعني بكل ساعة وكل دقيقة بالفيديو يا يوسف فك المايك الو 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 يوسف المايك ولا اسمع يا جماعة انتجنا وبعرفش الفيديو قديش واو قديش مش واو بس بتأمل انه
قدرنا نعمل ايش يعني قدر الامكان انه نطلع بنتيجة زي هيك، وعشان تكونوا بالصورة الاشي ما كانش فيه بادجت نتعب عليه يعني. هولي شيت ولا هولي شيت لا ولا اقرب من الكراوي بشرفي. مين طفت ده؟ اخوي قلبي من الوقت ليه؟ اخوي الاضاءة الديكور الكلمات ولا مين طفت ده؟ يا جماعة اخوي شوالي مش بجد بلعب بالمصاري بالفيديو ايش فيه؟ ايش يا اخوي اخوي رايي مش مهم بس الاندومي عامل جو بالفيديو اخوي كيف بدنا نعمل تشيل بعد ما شفنا الفيديو يا اخوي بتمنى الفيديو يكون عجبكم جميعا يا جماعه. وصل الاردن الفيديو. اسمعوا هدول مش حيسكتوا انا متاكد. شكرا لكل شارك بالعمل، شكرا لكل ما حضر الفيديو، شكرا لكل من دعم. عن جد بتامل يكون كنا عند الثقه، وان شاء الله بالاعمال الجاي انا متاكد انه راح يكون في اعمال كتير كبيره بفلسطين، وهينا بنشوف. بديش اتاخر بالفيديو، استنونا فيديو جديد بعد هذه الحلقه، ونشوفكم بحلقة جديدة من برنامج رأيي مش مهم. بيس.